السلام عليكم ورحمة الله. معايا اليوم تلفزيون MGC 42 بوس. المشكل لا يقلع، لمبة زرقاء هي اللي شاعلة. ندوز الكهرباء الآن كما نرى، زرقاء تبقى زرقاء والتلفزيون لا يقلع. نورمالمون خصها عادي، خصها تكون حمراء لي باش تشتغل هاد أمبولة زرقاء ولا تقلع التلفزيون. غادي نحلو التلفزيون إن شاء الله وغادي نشوفو المشكل فين كاين. التلفزيون بعد ما حليتو عندي هنايا لامونطاسيون، هاهي الكارت مير، هاهي كارت مير، هاهي دوزت الكهرباء وكنسمع صوت رنين في لامونطاسيون. نشعلها بورا زرقاء، هي شاعلة كما تشاهدون، وصوت رنين، صوت رنين أتي من صوت رنين أتي من لامونطاسيون. حاول واش سمعتوه ولا لا؟ شوفوا هذا الصوت الرنين، اذا المشكل في لامونطاسيون ديال التلفزيون، واللي فيه لامونطاسيون هي اللي فيها المشكل. غادي نحلها وغادي نقلب مكونات وغادي نشوف الفولتيات اللي خارجين ويكون خير ان شاء الله. بعد ما قلبت وبتلت في مكتفات هنا بقات نفس المشكل. ندوز الكهرباء لمبة الزرقاء لا زالت شغالة نفس المشكل. هنا غادي نعبر الكهرباء هنا عندي 12 موجودة، 12 مستقرة زاقية 12 فولت. عندي 5 فولت إذا مستقرة، هي 5 فولت أخرى كاينة ديال الإقلاع، تيرا كاينة موجودة ومستقرة أيضا. الآن حتى مستقرين هاد الفولتيات هادو، ندير هنا حالة الفلاش وغادي الفلاش إن شاء الله وغادي يكون خير. ما هنايا الفولتيات اللي لقيناها هما 25 تاعت الإستبان و 25 أيضا للشغال USB وأخرين، و 12 فولت، هي 12 فولت جوج أوم، 12 فولت جوج أوم، هنايا 12 فولت جوج أوم، و كاينة أيضا كما كنشوفو 5 فولت 25، و 25 أيضا هما اللي لقيت. دابا غادي ندوز نهبط الفلاشة ديالي ان شاء الله وغادي يكون خير. انا حيدت البوردة من التلفزيون، غادي نحيد
هي دي فلاش ان شاء الله، وغادي يكون خير. حفله صحيه تاع نديرها في البروغرام، غادي نفلاشيها ان شاء الله ويكون خير. هاني من بعد ما فلاشيت فلاشة ديالي، وجدت السوكيتات كاملين، غادي ندير المليمتر أولا، غادي ندير الماتريكس بقياس الفولتية ديال الإقلاع، غنجي هنايا الباور، غادي نضرب الباور إن شاء الله، بسم الله. فعلا هي اللمبة الحمراء هي تتبان، هي تتبان. الآن غادي نضرب، غادي نضرب بطون الباور، بسم الله. فعلا هي ولات زرقاء. الآن غادي يبان لنا التلفزيون أقرع. نعم النوافذ تاولا ديال الثقوب هي انه كاين الإضاءة، هنا الإضاءة هي، و نتسنى اننا ما شفناش الإقلاع ديال التلفزيون. غادي نعاود نطفيه، هما الثقوب هادو هما غادي يطفاو الإضاءة الخلفية، بسم الله. نعم ولات حمراء والفولتية مشات. غادي نضرب الباور دابا، بسم الله. بدات واحد شوية اللون الزرقاء شعلات. نعم هي 4 فولت و 42، إذن شعلات التلفزيون. غادي نطلع عليها، نعم هي باين طلعو، إذن شعلات لنا التلفزيون. و البطون هي غادي نعاود نطفيها، بسم الله. طفيتها هي رجعات حمراء. إذن المشكل هو الدمب، كان خصها الدمب. قلنا فلاشينا الفلاش وخدمات، واخا بدلت أنني بدلت أنو غادي تكون شي مكتفة من هاد المكتفات، أنا بدلتهم، ولكن ماشي منو مشكل من السوفتوير من الدمب فلاش. إذن غادي نجمع التلفزيون ديالي ونشوفو الصورة النهائية إن شاء الله.
ومن بعد ما جمعت هادي الشغل الان باو سالت الضاء باو على شالت قرب شغلة هي حمراء الان حيث نضرب باو عيونات زرقاء الان غادي تظهر هنا الصوره او اللوغو ام جي اس 42 40 بوس عفوا. المشكل اللي كان هو فلاش هو الدمب ديالو السيستيم قال هذاك تخربق عاودنا ليه دماغ جديد وهو خدم وتقبلوا تحيات يوسف الكترونيك وما تبخلوش عنا باللايك واللي ما اشترك يشترك معنا وديما جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.